أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الهادي الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دولة الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. لأن قضية الإمام المهدي عليه السلام مرتبطة بمستقبل العالم، فهي إذن قضية عالمية، فضلا عن أنها ارتبطت بجوهر العقيدة الإسلامية، بل هي مما أجمعت عليه كل الديانات والشرائع وثقافات الشعوب، كل بحسب معتقده وثقافته. لذا فهو المخلص أو المنتظر أو الأمل أو الموعود أو المصلح وما إلى ذلك بحسب تلك الديانات والشرائع والثقافات. لذا فإن القرآن الكريم الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد تحدث عنها أو أشار إليها ووثقها في كثير من المواضع والمناسبات، من ذلك انتصار الإسلام وعالمية العقيدة الإسلامية وسيادتها على جميع أفراد الجنس البشري وتطهير الأرض من مظاهر الشرك والكفر والضلال والنفاق، لم يغفل الإشارة إلى نهاية المطاف أو نهاية الزمان، وهو ما نقرأه في آيات كثيرة معلومة، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. دولة الإمام المهدي، دولة القرآن، هو محور حديثنا لهذا اليوم. لكن ابتداء دعوني أرحب بضيفي الدكتور مرتضى جمال الدين، مرحبا به ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء. حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. حياكم الله. سماحة السيد، يعني روايات كثيرة، روايات الفساطين ذكرت أن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام سيقوم بثورة قرآنية، ما هي الأسباب والدوافع؟ نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. ذكرنا في الحلقات السابقة أن من أهم مقومات دولة الإمام المهدي الرخاء الاقتصادي والعلمي والمعرفي، وطالعنا الكتب التي ألفت في دولة ومميزات دولة الإمام المهدي في آخر الزمان، إلا أني لم أجد مفردة القرآن في كل هذه المؤلفات، بيد أن المشروع القرآني المهدوي الذي سوف يقوم به واضح الدلالة. نعم. أنا أسميها روايات الفساطيط، والفسطاط هو الخيمة الكبيرة. في الروايات إذا ظهر المهدي سلام الله عليه يضرب لأصحابه الفساطيط في ظهر الكوفة، يعلمون الناس القرآن كما أنزل. هاي كما أنزل تشير إلى حقيقة ضائعة موجودة في بداية فجر الإسلام، قلما يسلط الضوء عليها. نعم. من المؤامرات التي حصلت على الإسلام وعلى أهل الإسلام كذلك حصلت على القرآن الكريم. لما اغتصبت الخلافة لم تغتصب وحدها، إنما اغتصب القرآن الكريم. لأن النبي صلى الله عليه وآله اتخذ عليا كاتبا للوحي، وهو الذي يقول سلام الله عليه: سألوني قبل أن تفقدوني، فوالله ما من آية نزلت في ليل أم في نهار، في جبل أم في وادي، في حرب أم في سلم، في شتاء أم في قيظ، إلا وقد أملاها علي رسول الله من فلق فيه وكتبتها بخط يدي، يعني التدوين، وعلمني تفسيرها، تأويلها، ناسخها، منسوخها، محكمها، متشابهها، عامها، خاصها، وما من أحد يعمل بها إلى يوم القيامة إلا علمنيه. هذا صفة العلم، هذا ما زقنيه رسول الله زقا زقا. كل السنة والشيعة
يثبتون من كنت مولى فهذا علي مولى، وأنه أثبته وصيا وإماما وخليفة في يوم الغدير. جيد. نعم. إلا أنه ما حد يقول كما أثبته خليفة أوصاه وحده من دون آخر معه أنه يجمع القرآن. في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله لما قال أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما ليفترقا حتى يريد علي الحوض، يا علي الكتاب خلف فراشي هذا فخذه واجمعه فخذه واجمعه، الكلام بضمير المفرد خذه واجمعه. ثم التفت إلى أصحابه قال ولا تضيعوا كما ضيعت اليهود والنصارى كتبهم. تقول الصحابة رأينا علي عليه السلام جمع القرآن في ثوب أصفر وختم عليه وقال يا علي إن أنا مت غسلني كفني صلي علي أقم العزاء علي 3 أيام وأنت الوالي بعد ذلك على أمتي وعلى زوجاتي ولا تخرج ولا تخرج حتى تجمع القرآن. فلما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله أقام المراسيم وحده وأقام الحداد على رسول الله وأقام بواجبه. حتى الروايات السنية لما الجماعة أخذوا الخلافة غصبا كان يدزون علي على علي ألا تخرج لمبايعتنا، ماذا يقول لهم؟ إني آليت ألا أرتدي برداء، آليت يعني حلفت ما أرتدي برداء حتى أجمع القرآن وقد أوصاني فيه رسول الله. وقالوا له أجب خليفة رسول الله، قال ما أسرع ما بدلتم والله لا أعلم خليفة غيري. الزهراء يطرقون عليها الباب فليجب أمير المؤمنين، قال ما علمت أميرا نصبه غير علي في يوم الغدير، ما أسرع ما بدلتم ولم تبلى جثة رسول الله بعد. فلما غصبت الخلافة بالتفاصيل الموجودة والمريرة ورزية يوم الخميس ينقلها ابن عباس، الإمام علي عليه السلام جاء بالمصحف في يوم الجمعة والناس في صلاة الجمعة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أتاه على بعير لأنه صحف كبيرة، قال لهم هذا المصحف وقد أمرني رسول الله بأن أجمعه فجمعته لكم لكي أعرضه عليكم. الخطاب كانوي الأول وأبو بكر، فوثب عمر، الرواية في كتاب سليم بن قيس الهلالي، ينقلها الطبرسي في الاحتجاج، ينقلها الطوسي أيضا في كتبه، وينقلها الطبرسي الثاني في كتاب الاحتجاج. نعم. فوثب عمر ففتح المصحف فوجد فيه تفاصيل لا تروق له. ماذا قال هنا؟ أردده، لا حاجة لنا بمصحفك، عندنا مصحف جامع. هم بعدهم ما عندهم مصحف جامع. فالرواية تقول، والناقل للرواية أبو ذر الغفاري اللي هو أصدق لهجة، فقال إن رددتموه فلن تروه بعد يومكم هذا. قال لا حاجتنا. شفت روايات مهمة تقول إنما جئت لأعرض لكم كتاب الله والعترة، أنا أمثل العترة وهذا كتاب، فإن قبلتموه فاقبلوني وإن رفضتموه ورفضتموني فارفضوه. قالوا لا حاجتنا لك لا بكتابك ولا بالعترة، استغنينا بما عندنا. هاي الحركة العلوية أفادت الأمة الإسلامية بماذا؟ أن تحفز الناس في جمع القرآن. ما هي الطريقة لجمع القرآن؟ هذا القرآن الذي عندنا هو جمع الصحابة، هو كتاب الله، هو القرآن، ما فيه
زيادة ولا نقيصة. ولكن ماذا قال عمر بقولته المشهورة؟ جردوا القرآن من أحاديث رسول الله وأنا زعيمكم. يعني شنو زعيمكم؟ مو رئيسكم، زعيمكم يعني في رقبة الأمر. لماذا؟ لأن رسول الله كان يملي على الصحابة لفظ القرآن ومعناه. والحمد لله عندنا كتاب وصلنا من سنة 150 للهجرة، كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني بعدما جمع عثمان المصاحف وأحرقها وأملى منها، يقول حصلت على صحيفة من مصحف أبي، وصحيفة من مصحف عائشة، وصحيفة من مصحف حفصة، وصحيفة من مصحف مثلا أبو سعيد الخدري وكذا، فكان فيها، وصحيفة من ابن مسعود، كان في الصحائف التي أخذت من رسول الله فيها القرآن وفيه تفسير القرآن. العلامة البحاث المرحوم السيد مرتضى العسكري في كتابه القرآن وروايات المدرستين يقول أنا أثبت من حديث عمر ابن الخطاب على أن القرآن كان مجموع فيه القرآن وتفسيره. قالوا لك كيف استدليت؟ قال استدليت لأنه يقول، هو عمر يقول جردوا القرآن من أحاديث رسول الله. سؤال للمسلمين الآن، هل يوجد في هذا المصحف الذي بين أيدينا يوجد أحاديث رسول الله؟ أبد. جردت. لماذا جردت؟ جردت لأنه لو لم تجرد لعرف المسلمون الحقيقة. مثلا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الله معروف، الرسول معروف، من هم أولي الأمر؟ يكتب النبي يقول لهم أولي الأمر آل محمد صلى الله عليه. فهذا التفسير لو مثبت كان ماذا؟ كان كل هالناس آمنت بآل محمد وسلمت لآل محمد. إلا أنه رفعت هذه الأحاديث التفسيرية فظلت المسلمين في حيص بيص، أنت تقول أولو الأمر آل محمد، فلان يقول أولو الأمر لا أمراء السراية والجيوش وغيرها، وكل واحد يلي أمرا فهو وليه. إجوا علماءنا علماء الكلام قالوا هذا يستلزم الخلف. قالوا كيف يستلزم الخلف؟ أنا أقول لك الله خالق العصمة نطيعه، محمد معصوم نطيعه، زين أولو الأمر إذا ما معصوم وأمر بشيء خلاف الله ورسوله مثل يزيد، نعم، هل نطيعه؟ أبدا. إذا أطعنا فهذا خلف، شلون نطيع الصادق الله ومحمد الصادق الأمين، وشلون نطيع خليفة مثل يزيد؟ هذا خلف. فصار هذا الجدال وهذا النقاش. عمر بن الخطاب من إجت الخلافة وصار يضطر يسألوا بكتاب الله، فبدأ بمشروع حافظوا على لفظ القرآن وجردوه من أحاديث رسول الله التفسيرية. حتى طرح الطبري سؤالا، نعم، خذ سؤال، نعم، قد يقال هل فسر رسول الله القرآن؟ حسنت. الطبري يقول ما وصلنا من الآيات المفسرة للقرآن من رسول الله عود من الصحابة كلهم 200 رواية. أستاذي 200 رواية ما تغطي حتى سورة طبعًا البقرة طبعًا. فقام بالتبرير، ماذا يقول؟ يقول نعم كل أحاديث رسول الله هي ناظرة للقرآن وشارحة للقرآن، لكن هذا التبرير مو حقيقة. ما أدري أراد أن يغطي عن الجريمة الفكرية التي حدثت في فجر الإسلام أو لا، هذا مبلغ علمه، جريمة كبرى حصلت. الآن يقولون لعد شنو رسول الله وظيفته؟ نزل القرآن ما فسرنا، يا ليش؟ لماذا؟ يعني وهذا مما ماذا؟ مما حقيقة جذر لمسألة الفرق وتشظيها في الإسلام. كل فرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل واحد عنده تفسير، وكل واحد عنده إمام، وكل واحد عجيب. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة. أحسنت. شنو السبب؟ السبب لأن القرآن ما مفسر، وحذفت الروايات التفسيرية فكل واحد قام يجتهد من كيفه. وصار أكو عندنا اجتهاد مذهبي، اجتهاد ديني، اجتهاد حتى اقتصادي، يعني من أجل فلوس معاوية
بتحريض يحرف معاني كلام الله. يقول لهم منو يقول هاي الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم؟ هي نازلة بعلي. ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نازلة في علي بن أبي طالب. يقول من يقول هذه نازلة في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي حتى يحصل له فضيلة قرآنية وأنا أعطيه فلوس؟ من اللي قبل بالعرض؟ المغيرة، المغيرة بن شعبة قال له هذا عطاء قليل، أنا راح أحرف لك آية. تعرف شنو يعني أحرف لك آية؟ يعني أحرف لك أمة كاملة. فحرفها. الخليفة الثاني عمر من إجا للإمام علي قال أرأيت يا أبا الحسن المصحف الذي جئتنا به؟ قال بلى. قال لو أعطيتني إياه حتى ماذا؟ حتى ننسخه في المصاحف. لأن عمر شنو سوى؟ جمع مصاحف الصحابة بالترغيب والترهيب حتى عدى مصحف اثنين عصن عليه، ثلاث مصاحف عصت عليه. هذا التاريخ ينقل مو أنا. نعم. مصحف عبد الله بن مسعود عصى عليه ما حصله، مصحف أبي بن كعب، ومصحف علي بن أبي طالب. أما مصحف عبد الله بن مسعود فعثمان حصله آخر شيء، ولكن ما هي النتيجة؟ أن قتل عبد الله بن مسعود وديس في بطنه وكسرت أضلاعه في مسجد رسول الله. وكان شابق المصحف ماله إني غال بمصحفي ومن يغلو فليأتي بما غل يوم القيامة. سنت قال جيبه، جاب المصحف. ليش؟ حتى يضبطون المصحف. زين، وفعلا هو وصل بألفاظه لكن من دون معاني. جيد. نعم. الإمام علي قال أعطيني مصحفك. قال والله تضرب عنقي دونه، إن المصحف الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون. قال يا أبا الحسن هل له وقت ظهور؟ وصلنا إلى موضوعنا. نعم. قال بلى، إذا ظهر ولدي المهدي يخرجه. صلوات الله. حقيقة المصحف هاي أنا عندي رسالة دكتوراه، حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة، رسالة دكتوراه للشيخ الدكتور عبد الله الدقاق من البحرين. نعم. هذه رسالة دكتوراه تثبت وجود هذا المصحف. نعم. من اللطائف في هذه الرسالة شنو؟ 16 رواية 16 رواية سنية و14 رواية شيعية. يعني الروايات السنية أكثر منين؟ أكثر. نعم. تثبت ماذا؟ تثبت حقيقة مصحف الإمام علي عليه السلام. هذا المصحف أين الآن؟ مذخور. قال له العدو وين يروح؟ قال له هذا أسلم يد بيد إلى ولدي الحسن، ومن الحسن إلى ولدي الحسين، ومن الحسين إلى علي بن الحسين، وهكذا حتى يصل إلى مهدي الآل محمد. المهدي سلام الله عليه إذا ظهر راح يشتغل برنامج قرآني على مصحف جده أمير المؤمنين الذي كتبه علي بخطه وبإملاء من رسول الله مباشرة. كتبته بخط يدي. زين، وأخذته من فلق فم رسول الله أبدا، يعني مو بواسطة، مباشرة. فيحمل الناس عليه. وين الثورة راح تبدي؟ الثورة القرآنية المهدوية في دولة الإمام المهدي هنا في العراق. وين في العراق؟ في ظهر الكوفة يعني النجف. رواية عندنا يضرب لأصحابه الفساطيط، الفسطاط الخيمة الكبير. نعم. رواية يضرب لشيعتنا الفساطيط، رواية يضرب للعجم، العجم الأعاجم من الشيعة للفساطيط ليعلمون القرآن كما أنزل. في رواية أخرى يخرج المثال، المثال يعني الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام، يخرج المثال فيحمل الناس عليه. ماذا؟ ما معنى يحمل الناس عليه؟ يعني يقوم أولا بتعليمهم القراءة، ثم يقوم بعملية ماذا؟ المعرفة، ثم يقوم بعملية التطبيق. برنامج النبوي الذي في صدر الإسلام النبي أراده وإلى الآن لم يطبق. حسنت. فهذا
هذه هي حقيقة مصحف بالتالي الميمون. أحسنت. بالتالي فإن يعني ما تذكره الروايات والتي قد يشكل عليها البعض ولا يفهمها بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر فإنه يظهر أو يأتي بدين جديد، قالوا ما حقيقة هذا الدين؟ حقيقة هذا الدين هي؟ حقيقة هذا الدين هو القرآن العظيم الذي فيه التفسير الذي عطل من 1400 كلمة سنة. نعم. فاصلة عطل. عطل بمعنى الكلمة. السيد علي الشهرستاني لديه كتاب لطيف اسمه منع تدوين الحديث. استمر منع تدوين الحديث من زمن عمر بن الخطاب إلى زمن عمر بن عبد العزيز، وهاي الفترة تقدر بمئة سنة. مئة سنة ترى ما بقى بعد من الصحابة أحد. الصحابة جيل الصحابة كله انقرض، إجوا جيل التابعين بعضهم انقرضوا لأن كانت حروب طاحنة في ذلك التاريخ. فمن أين إلى 145 سيدنا أحسنت. إلى سنة 145 سنة ماكو حديث. ممنوع تتكلم بالحديث، ممنوع تدون الحديث، فقط ممن يوالي محمد وآل محمد كان يدفعون الناس لتدوين الحديث ولحفظ الحديث، بالروايات صدرت من حفظ عن أمتي 40 حديثا. وهو ما قام به الإمام الباقر والإمام الصادق حصرا افتداء يعني. هل ظهر من مصحف أمير المؤمنين بعض الحقائق العلمية؟ لا. ما قام به الأئمة عليهم السلام إخراج الحقائق المعرفية من مصحف جدهم أمير المؤمنين. وبالمناسبة حتى تصير الحجة علينا أبلغ، بين فترة وفترة يدخل عليهم الخواص، مثلا زرارة محمد بن مسلم يقول تدري هاي المعلومة منين؟ قال منين؟ قال من مصحف جدي أمير المؤمنين. يا فلان اتيني بالمصحف، يفتحه يقول له هذه الآية هذه معناها، هذه الآية والله نزلت فينا، هذه الآية والله مؤولة فينا. زين. فما جمعه الشيخ القمي في تفسيره والعياشي في تفسيره وفرات الكوفي في تفسيره هم من القدماء، وما آخر ما ظهر من مصحف علي سلام الله عليه في آخر الأئمة قبل المهدي وهو الإمام الحسن العسكري في تفسيره الرائع، بالمناسبة تفسير الإمام العسكري كامل 7 سنوات فسر، أخرج لهذين الشيعين شيعيين تفسير القرآن من الفاتحة للناس، لكن اللي وصل لنا بس الفاتحة سورة البقرة. واضح؟ خسارة كبيرة. الإمام مهدي إذا ظهر خلاص بعد يقوم بعملية ثورة قرآنية. كيف؟ أول ما يبدأ يضرب لأصحابه الفصاطي، يعلمون الناس القرآن شنو؟ كما أنزل. شلون؟ أكو برنامج نبوي استغل النبي ويا الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وآله يعلم أصحابه 10 آيات 10 آيات، ما ينتقل، شوف هاي العبارة الدقيقة، ما ينتقل إلى 10 الأخر حتى يعلمهم القراءة والعلم والعمل. يعني سيقوم المهدي سلام الله يلزمنا واحد واحد سورة الفاتحة اقرأوها صح، بعد قراءتها صح تعرفون شنو معانيها، وراء المعاني طبقها، تطبيق سورة الفاتحة. انت من تقول إياك نعبد وإياك نستعين مطبقها في حياتك؟ لعله يقول إيه مطبقها، احنا نعبد الله، ما هي حقيقة العبادة وما هي حقيقة الاستعانة؟ انت من تقول اهدنا الصراط المستقيم، تعرف يا صراط هذا؟ وكم من الصراط انت مشيت عليه من 100%؟ كم نسبة؟ 50 20 30 40 70 80. بعد ذلك إذن خلينا إذن يعني نتوقف عند هذا المقدار سماحة السيد، ثم نعود لإكمال هذا الحديث. أعزائي المشاهدين كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. شمع العمر كل ما طفى قلبي الظنون يتخوفه،
أعرف انحرم من شفتك عمر المناية تخطفك شمع العمر كل ما طفى قلبي ظنوني تخوفه خاف انحرم من شوفتك عمر المناية تخطفه آمالي باسمك حبيبي ما منها أقطع نصيبي يا المهدي وادري بغيابك تسمع سلامي ونحيبي عشت على نار انتظارك يا جنة تطفي لهيبي طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي من مهجتي شيل السهام خلي يرجع القلب الحمام واتنفسك يا ريحانة أملي جيت بزمن غيبة إمام وتحرى طيفك بالمنام بيك التقي لو أتلاقى بأجلي صاحب الزمان الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي أعزائي المشاهدين هذه عودة إليكم مرة أخرى وبرنامجكم دولة الإمام المهدي والدولة الإمام وهي دولة القرآن هو محور حديثنا دعوني أرحب ثانية بضيفي سماحة السيد مرتضى جمال الدين مرحبا به ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء سماحة السيد يعني تحدثنا عن حقيقة مصحف علي صلوات الله وسلامه عليه وأن هذه الثورة التي سيقوم بها الإمام ما هي إلا يعني حقيقة هذا المصحف الذي دون فيه كل شاردة وواردة عن فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ربما يتساءل المتسائل ما هي العلوم التي سيفجرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه والتي سيطرحها للعلن وهل هي مرتبطة بهذا يعني الحديث الذي يقول العلم 27 حرفا موجود من عتى الآن حرفين وخمسة وعشرين سيدخر إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه نعم ابن مسعود في ذاك الزمان يقول ثوروا القرآن فإن فيه علوم الأولين والآخرين هذا ابن مسعود صحابي جليل لكن ما أخذ من القرآن إلا حرف أو حرفين فما بالك بعلي عليه السلام الذي أملى على ابن عباس تفسير البسملة من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر بس تفسير البسملة فقط وقيل أنه فسر له نقطة الباء منها زين هذا ما علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب من ما خرجت ما خرج كلها مكنونة أنت تدري علي بن أبي طالب كم مرة تأوه إنها هنا علما جما لو أصبت له حمل يصيح أنت شايف من واحد عنده معلومة ويريد يخرجها لنا يريد يخدم بها الناس ما يخلوه كم من عالم الآن معزول لأن عنده علم حقيقي لكن ما عنده مجال
يفضي بهذا العلم. فالإمام المهدي سلام الله راح يبدي ويانا مثل صف الأول ابتدائي دار دور والله العظيم، يضرب لأصحابه الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل. أول مرة يعلم القراءة، هذا البرنامج النبوي اللي أغفل أيضا، يعلمهم القراءة بعدين يعلمهم العمل، العلم عفوا يعني التفسير، ثم يعلمهم العمل كيفية التطبيق. تدري شنو ما موجود في القرآن الكريم؟ فيه علوم الأولين والآخرين. هو الكتاب الذي وصفه الله بأنه كتابا مهيمن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال لا يأتيه كتاب من قبل يبطله، ولن يأتي كتاب بعده يبطله، لأنه كتاب الله المحكم. هذه العلوم موجودة، يعني يجي واحد للإمام، أعطيك واحدة منها. يجي واحد للإمام الصادق عليه السلام يقول له تدري أنت شنو عندنا؟ عندنا القرآن الذي قال الله فيه لو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى. يعني هاي خطير هذا الموضوع. عندنا القرآن الذي قال الله فيه ولو أن قرآنا سيرت فيه الجبال. يا قوة الآن تسير الجبال. نووي ذري، يا طاقة مغناطيسية تسير الجبال. عندنا بآية بس نعرف معناها تسير الجبال. ولو بعد أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته. بعد عندنا قرآن فيه خواص أنه تقطع لك الأرض. ماذا يعني؟ يعني تطوى لك الأرض. عندنا قرآن يكلم به الموتى، موتى تحت الأرض يكلمون. هسه راح أجيب لك شواهد حقة تقول هذا الكلام مو ضرب من الخيال ومن الأساطير، بل هي حقائق. سؤال. عاصف بن برخية جاب عرش برقيس لولا؟ بماذا جاب؟ القرآن يقول عنده علم من تبعيضية من الكتاب أتى بعرش بلقيس، فما بالك بالذي عنده علم الكتاب بأسره. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده وهو ما احتجب به الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. أحسنت. فإذن عاصف بن برخية وصي سليمان أتى بعرش بلقيس بعلم لو بإعجاز لا بعلم. جيد. الذي كلم الموتى من هو؟ مو إمام ولا نبي. روايات تقول سلمان المحمدي كلم الموتى. سلمان منا أهل البيت، لأن سلمان ما أخذ غير من محمد وعلي. سلمان عنده امتلك هذه الخواص وهي من أسرار القرآن فكلم به الموتى. ولذلك قيل أنه يحمل علما جما. علي بن أبي طالب عليه السلام حادثة مشهورة في غزوة تبوك لما خلفه في المدينة. وجت المنافقين تحوم، ما كرهك يا محمد، ما يريد يأخذك وياه، دائما أنت لاصق له. قال له يريد يفشلهم. قال يا رسول الله أنت كرهته؟ قال لا، من قال لك؟ أما أني مثلي ومثلك كمثل موسى وهارون. لما قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قوم، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. راح الجيش بدون قائد. صحيح محمد صلى الله عليه وسلم هو الرئيس، بس قائد، أكو قائد، قائد عام للقوات المسلحة. علي بن أبي طالب هاي غزوة تبوك ما قائد ميداني، قائد ميداني. غزوة تبوك وين؟ بالشام. علي وين؟ بالمدينة. انكسر جيش المسلمين. صاح النبي أنى لي بعلي. علي بن أبي طالب بالمدينة رأى فيما يرى أنه جيش المسلمين كسر، فناداه محمد فطويت له الأرض وجاء علي بن أبي طالب إلى محمد. هاي غزوة تبوك. سؤال. إعجاز لو علم؟ علم. بس هذا العلم إحنا ما نمتلك. المهدي سلام الله عليه سيخرج حقائق. أنت تدري عندنا طب يسمونه طب القرآن، هذا ما مفعل عندنا. وأنا أقول بملء الفم
أن هناك برامج من سنية، من قنوات سنية تخرج برامج تخصصية في طب القرآن، ويطلعون شيوخ يعالجون بالقرآن الكريم. احنا هذا ما مفعل عندنا. وصل عندنا طب القرآن روايات عن الأئمة سلام الله عليهم، وعدنا كتاب صغير الإمام الصادق عليه السلام فقط مر على ماذا؟ مر على ظاهر السور بس، ما دخل بالباطن، بس على الظاهر. اسمه خصال القرآن أو منافع القرآن، الحمد لله طبعناه موجود، منافع القرآن للإمام الصادق، حتى أحد الشباب المؤمنين نزل على شكل برنامج بالموبايل، كتبوا منافع القرآن بالسوق بلا يطلع لك. هذا شنو؟ هذا كل سورة لها خاصية. شاب يريد يتزوج ومتعسر عليه المال، أكو سورة معينة يكتبها هم الإمام علي، مثل الطبيب يكتب لك يقول لك كيفية علاجها، مرة تحملها، مرة تكتبها، مرة تشربها، مرة تكتبها وتضعها وين؟ في عنق زجاجة، أظن سورة الروم. نعم. يقول من كتبها ووضعها في عنق زجاجة وعلقها في البيت كثر الخطاب لهذا البيت. كم عندنا من النساء عانسات ما يجي لهم قسمة، مثال الاحتشام، الجمال، الأدب، الأخلاق، لك سبحان الله أكو خاصية. مثلا تزوج الشاب، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلب. تزوج الشاب، هنا طلعت لنا مشكلة. شنو المشكلة؟ مشكلة عدم الحمل، والآن مستشرية هذا. هناك سور خاصة يكتبها، يحملها، يشربها، ما أدري شنو، يصير عنده حمل. حملت المرأة، صارت مشكلة. شنو المشكلة؟ مشكلة عسر الولادة. قال الإمام صادق تكتب لها سورة الانشقاق. يقول لك هذه مفعولها سريع، بحيث إذا ولدت لابد أن ترفع هاي السورة. زين، صارت ولادة، أكو عسر آخر صار، شنو؟ قلة اللبن، والآن كلها على الحليب الصناعي. زين، وما يوجد حليب أكثر بركة من حليب الأم. صحيح. سورة معينة لدر الحليب، در الحليب سنتين، هذا الطفل أكو بيهم شوية مزعجين، يصعب الفطام، يقول تكتب له سورة إبراهيم على خرقة بيضاء يسهل فطامه. زين، طفل شوية عنده بلادة، هذا إذا بلادة يكلفك بالسنة 10 ملايين، تخلي له شنو؟ صحيح. مدرس خصوصي. مدرس خصوصي. أكو سورة معينة تكتب يطلع الولد ذكي. نعم. هذا غيظ من فيض أخرجه الإمام الصادق. فما بالك الذي سوف يخرجه الإمام المهدي سلام الله عليه على ظهر. فالقرآن فيه خواص. يفعل 27 حرف كلها. 27 في القرآن الكريم. تصير دولة قرآنية يعني هائلة. وأهم ما في ذلك التسليم لما جاء من آل محمد صلى الله عليه وسلم. تدري إحنا الحد الآن ما صدر من محمد وآل محمد إلى الآن ما مفعل، اللي غيظ من فيض اللي طلع ويسلم تسليما ما مفعل. يقول له هاي الرواية قال صادق، قال هاي الرواية شنو رواية؟ من يقول صحيحة؟ من يقول صحيحة؟ أنت من يقول صحيحة دارس علم حديث وعلم رجال، يعني لو هالشكل تسمع وما لا تعي. زين، فعلوم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين في القرآن كبيرة. مثلا الإعجاز العلمي في القرآن. مشاكل وطلق مرته، يا بليش؟ قال بس تخلف لي بنات. شوف القرآن يقول أو عزة تحديد النسل إلى الذكر وليس للأنثى. خلقناه من مني يمنى، فخلق منه الذكر والأنثى. خلق منه مو منها. صحيح. الآن الدراسات الحديثة أثبتت أنه شنو؟ أن الذي يحدد النسل ذكر أو أنثى شنو؟ مني الرجل وليس بيضة المرأة. وحتى أنا سمعت من الأطباء مثلا واحد الآن يريد يحدد نسله يريد ذكر، وهذا المني خلونه بالسنترفيوج، هذا الطارد المركزي، يقول سبحان الله النطفة اللي يصير من عندها الذكر تركض.
والنطفة التي يصير منها الأنثى تطفو. فالأبرة عندك تريد ذكر ناخذ لك من قعر القارورة، تريد أنثى من فوق القارورة. وهذا أيضا سبقه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، حديث الإمام علي عليه السلام بالمناسبة ما ذكرنا هذا المظلوم والقرآن مظلوم من صارت عدة الخلافة. نعم، يقول فوق تدري 4 سنوات إلا حكم الإمام علي، يقول كان من لما يتفرغ من الجهاد تدري وين يجلس؟ يجلس في دكة القضاء موجودة في مسجد الكوفة، يصلح بين الناس، يقضي بين الناس. فإذا فرغ الشيعة من تكاليفهم قلهم تعالوا أعلمكم القرآن، فأملى رسالة اسمها رسالة الناسخ والمنسوخ للإمام علي عليه السلام اللي نجح معاوية في قتل حملتها، قتل ميثم التمار وكميل بن زياد ورشيد الهجري، ما خلى واحد. من اللي أخرج هاي الرسالة؟ حفيد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، حفظنا إياها سعد الأشعري، حفظناها الشيخ القمي، حفظنا إياها علم الهدى السيد المرتضى، حفظنا إياها أبو زينب النعماني، آخر من حفظها العلامة المجلسي، موجودة في الجزء 89 من البحار. فيها السيوطي، السيوطي يقول فيها أكثر من 60 علم من علوم القرآن إلى الآن ما مفعلة موجودة. كم مرة أنا أقول للجامعات اجعلوها منهج يا جامعات علوم القرآن، هذا علم علي في القرآن الكريم صلوات الله وسلامه. فالواصل ان احنا ما مفعلين، فما بالك لما يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه يعالج بالقرآن، يفجر بالقرآن، يسير الجبال بالقرآن. رواية مشهورة عند السنة، نعم، لما يفتح أنطاكية، يفتح أنطاكية، شلون يفتحها؟ يقول القساوسة ينظرون إلى الإمام المهدي سلام الله، طبعا ما يروح هو، يدز جماعة 313 واحد منهم، الجماعة حتى لا يوصلوا لهم خطة عسكرية سوا وقطعوا الجسور كلها. مين يعبرون؟ أصحاب المهدي. تدري بماذا يعبرون؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. فيشوفون القساوسة أن جيش الإمام يمشي على البحر ويأتي لهم، قال عمي فتحوا الحصون، هذا جيشه الشكل، هو العدو شلون؟ يقول بماذا عبروا؟ عبروا ببسم الله الرحمن الرحيم. زين، خلا أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأمشي، أغطس لو ما أغطس؟ تغطس. ليش تغطس؟ ليش؟ ما تعرف ما تعرف. والله سبحانه وتعالى يقول بسم الله بجراها، جيب هاي التفاسير كلها. إذا هو بس أملى على ابن عباس من المغرب للعشاء باء البسملة، باء البسملة، إيش قد إن في البسملة علما جما. المهدي راح يفجر هاي الطاقة. نعم، المهدي راح يثور القرآن، القرآن المهمول. ليش مهمول؟ أنا أقول لك ليش مهمول. يجون القراء قطب جد ويرملون ويصعبون على الناس قراءة القرآن، خوش زين، يلزم القرآن ما يحصل به فايدة، يمل سده. إذا يدري القرآن هو حياة، القرآن لا هو عقيدة، القرآن هو طب، القرآن هو يقضي بحاجاته. الإمام الصادق، إحنا اليوم يعني لازم نتدرج بالعبادة، إحنا مستحيل قبل يجي يصير عبادة الأحرار، كذب هذا. أول مرة يجي عبادة التجار، يقول لك أنا أزور الحسين شطين الحسين، لزمنا زايابت كل سنة، قال أنا 10 سنوات، السنة الأولى طاني مرة، السنة الثانية طاني طفل، سنة اي جاي للحسين. نعم، لين هاكو خذ. نعم، هاي يتعامل مع الحسين. مره واحد زائر تقول لي ليش تزور؟ قال احبه. هاي عباده الاحرار. زين، واحد يقول ليش تزور الحسين؟ قال لان سمعت روايه اللي ما يزور الحسين واذا كان من اهل الجنه فيكون في حيطانها، يعني بالجرف، فيخاف، يقول لك خل ازور الحسين. احنا عبادتنا الرب العالمين، اكو شيء يكون جاذب. تريد تعبد من جانب الترغيب لو الترهيب؟ ترغيب ثوابات، ترهيب لا والله خاف. لا هسه أبشرك، لا يردون ثواب ولا يخافون. نزين، هذا كون توصل إلى عبادة الأحرار، كون يقتنع بالمصحف حتى يجي يفتحه ويقرأ. ده يقرأ ما ده يستفاد شيء. طبعا فيه علوم الأولين، وين علوم الأولين أخي؟ ماكو. زين، فيه عوالم،
أول آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يقول لك العرب ما كانت تعرف جمعا للعالم قبل سورة الحمد. تبين أكو عالمين. نعم عالمين جمع عوالم. في الدنيا أكو عوالم، أكو عوالم طولية وأكو عوالم عرضية. الآن تعيش وياك عوالم عرضية. الآن هسه احنا محاطين بجماعة من الملائكة. هسه انت عندك اثنين ملائكة، أنا عندي، تشوفهم؟ لا. الآن ويانا جن لو ماكو ويانا جن؟ ويانا جن. هاي عوالم لو مو عوالم؟ غير مرئي. زين من غير عالم الإلكترونيات، البروتونات، الشحنات، كلها عوالم، فيروسات، بكتيريا، ما تدري. عندما يذهب الإنسان ولقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حد. فالقرآن والإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول والله لأني لا أعلم بطرق السماء منها بطرق الأرض. صحيح. نعم. بالتالي هاي العوالم، عوالم التي يعلمها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه واحدة ربما هي من المدونات التي تفضلت بها فإنها في القرآن، لكن لا نهتدي إليها. نعم. سبيلا لابد من معلم يهدينا السبيل فيها ويعرفون الحقائق. فالإمام المهدي ربيع الأنام. ربيع، نقول ليش ربيع؟ تظهر الأزهار، تتورد. ربيع القرآن مو فقط شهر رمضان. شوف شهر رمضان ربيع القرآن، الناس كلها تلتجي إلى القرآن، تقرأ قرآن، يا بشنو ختمة الآية بختمة. لا لا، ربيع القرآن الحقيقي يوم ظهور المهدي سلام. سيفعل هذه الآيات. سيبين الحقائق، سيخرج العلم المدفون فيه، سيخرج طب القرآن. يكفي آية واحدة، وأشرقت الأرض بنور ربها. يقول يستغني الناس بنور الإمام عن نور الشمس. هاي الشمس اللي هي حياة للكون. فسيفجر هذا العلم الكبير العظيم المكنون في القرآن الكريم ببركة ماذا؟ ببركة الإمام المهدي صلوات الله وسلم. ويبدي من جديد، وكأنما ماكو مدارس قرآن، ولا أكو جامعات قرآنية، ولا أكو معاهد قرآنية، ولا أكو دور قرآنية. يضرب لأصحابه الفصاطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل. هنا يثبت صاحب الكتاب أنه الإمام علي عليه السلام دونه على أساس النزول وليس على أساس هذا الترتيب. الآن مثلا هذا المصحف الذي بين أيدينا هو كتاب الله، هو القرآن، لكن ترتيبه غير ترتيب النزول. وهذا ما أثبته العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان وفي كتاب معرفة القرآن. الدليل السور المكية أول ما نزلت ثبتت في آخر المصحف، والسور المدنية آخر ما نزلت المائدة والبقرة وآل عمران ثبتت في بداية المصحف، بينما مصحف الإمام علي مرتب على التنزيل وقدم المنسوخ على الناسخ. زين، ورتب فيه المحكم المتشابه وفيه الخصائص كلها والعلوم كلها، وما من أحد يعمل بها إلا يعلمه أمير المؤمنين. ما هذه العظمة؟ هاي كلها الحقائق ستكشف في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه. شنو يقول؟ نعم، حديثين خطيرين. يقول أصعب ما يكون على الذين حفظوه على هذا الترتيب. هاي واحدة. المسألة الأخرى الخطيرة، يقول إذا ظهر الإمام المهدي يريد يعلمهم، من اللي يعترض؟ يعترض العلماء الذين مثلا حفظوا هاي المعلومات. نعم. بناهم هي هاي الحقيقة الكاملة. ولهذا يقول الصادق عليه السلام سيلقى المهدي أشد مما لاقاه جده رسول الله صلى الله. قال له الراوي وكيف ذلك وأن رسول الله جاء إلى قوم يعبدون الحجارة والمهدي يأتي إلى قوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لكثرة ما يتأول عليه. يتأولون إيه؟ تقول له مثلا هاي الآية هكذا، المهدي يقول لهم هاي الآية هذه معناها، يقولوا لا، قال الفخر الرازي كذا، قال الزمخشري كذا، قال مثلا منو الآن الألسنيات الحديثة، قال ورش كذا، قال فلان كذا، قال كذا. قد قراءات سبع، قراءات عشر. تفاسير هسه بالي. نعم. وين كم وصلت؟ كم تفسير؟ نعم. وين الحقيقة؟ نعم.
لا تجد حقيقة إلا ما خرج من محمد. نعم إذن سماحة السيد هذا ما سمح به الوقت، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من حسن الإجابة. كذلك أعزائي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاءات أخرى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.